بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذا نداء علماء المسلمين للأمة قادة وشعوبا لنصرة أهل سوريا عامة وأهل حلب خاصة. إنما تتعرض له حلب الأبية وأهلها من عدوان همجي وتآمر عالمي وخذلان أممي ليمثل إحدى أبشع جرائم هذا النظام العالمي ضد أهل الإسلام عامة أهل السنة، ويكشف عن مجموعة من الحقائق الدامرة التي على أهل الإسلام أن يعوها جيدا إن أرادوا حقا أن يقوموا بواجبهم في نصرة إخوانهم في حلب وفي غيرها، وأن يستنقذوا أنفسهم من المصير نفسه الذي أصاب إخوانهم. وهي: أولا، إن التعلق في الغرب أو الشرق أو هيئة الأمم وغيرها من المؤسسات إنما هو عين الخذلان ومكمن البلاء، وهو أشبه من يستجير من الضوضاء بالنار. وتاريخ هؤلاء قديما وحديثا مع أهل الإسلام عامة أهل السنة خاصة أكبر دليل على هذه الحقيقة. ثانيا، يتحتم على أهل العلم والعلماء والروابط العلمائية والجمعيات العلمائية سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية، يتحتم عليهم أن يصدعوا بما علموه من الإسلام الذي نعتز به ونفخر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكتموا ما أنزل الله من البينات والهدى، وأن لا يشتروا به ثمنا قليلا، وأن لا يخشوا في الله سبحانه لومة لائم. ومن ذلك أنه لا مخرج للأمة مما فيه إلا بإحياء من درس من معالم الدين وشرائعه وشعائره. محمد بن عبد آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثالثا، من أوجب الواجبات في هذه الظروف الحرجة التي نمر بها كأمة أن تجتمع كلمة الفصائل التي قامت من أجل رفع الظلم. ولقد جرت سنة الله تعالى في عباده المؤمنين بنصر المتحدين المعتصمين بالكتاب والسنة، وعلى من وفقهم الله عز وجل ممن خرج لنصرة إخواننا المستضعفين في سوريا وغيرها. رابعا، على الأمم والشعوب الإسلامية أن تستعد للمصير نفسه ما لم تقم بما أوجبه الله عليها كل بحسبه من نصرة إخوانهم بكل ما يملكون من وسائل النصرة. وعلى القادة وأهل الرأي منهم أن يقوموا بواجبهم في استنهاض الزعماء والقادة للقيام بدور فاعل حقيقي في نصرة ودعم الشعب السوري المظلوم الذي يتعرض لإبادة حقيقية. فلا ينبغي أن يترك ذلك لأمريكا ولروسيا للتفاوض بينهما وكأن الشأن ليس هو شأن المسلمين ولا شأن العرب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من هذا الخذلان: ما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وتستحل حرمته إلا نصره الله، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ خذل مسلما في موطن ينتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه الإمام البيهقي. خامسا، لا يزال الأمل معبودا بعد الله سبحانه وتعالى على بعض القادة والزعماء بأن يعيدوا النظر في تقديم دعم حقيقي لأهل سوريا عامة وللفصائل التي تقاتل خاصة
ليس لإنقاذهم من إبادة وحشية فحسب، بل لإنقاذ أنفسهم من المصير نفسه. فما بعد حلب هو تركيا وهو الخليج وهم أهل السنة. فهذا المد الصفوي الذي نراه يسحب شيئا فشيئا، إنما يريد أن ينال من كل هذه البلاد.